بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 46 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا السائل محمد إشقاري من الفرعى يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المرأة نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها إلى آخر الحديث، لماذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصف ولم يبدأ بالكل؟ هل هو كمال للصلاة أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث التحذير من الغفلة عن الصلاة وعدم الخشوع فيها، وأنه لا يكتب للمصلي إلا ما عقل من صلاة وحضر قلبه فيه، يكتب له نصفها، يكتب له إلى آخره بحسب ما حضر قلبه فيه. وأما من حضر قلبه في كل الصلاة خشع فيها إنها تكتب له كلها. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كم عدد آيات سورة الفاتحة، وهل البسملة داخلة فيها؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن البسملة ليست من الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي آية مستقلة من القرآن الكريم تبدأ بها السور ما عدا براءة، لأنها لم تنزل قبلها. وعدد آيات الفاتحة 7، قد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 6 صراط الذين أنعمت عليه، 7 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا عند جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول إن البسملة آية من الفاتحة، لذلك يجهرون بها، وتكون 7 الآيات تبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يكون آية واحدة هي المكملة للسبع. هذا قول، ولكن الجمهور كما سبق وهو الصحيح بدليل الحديث الصحيح الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلوا معه يقولون: صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. فلو كانت البسملة من الفاتحة لجهروا بها معه. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى، يقول الشيخ في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم توسل بعمه العباس أو استسقى بعمه العباس، فما هو التوسل الجائز وما هو التوسل الممنوع، وما حكم توسل المرء بالصالحين في من الأمم؟ توسل بعمه العباس، لم يتوسل بشخصه وإنما توسل بدعائه، قال: قم يا عباس فادعو، توسل بدعائه، لأن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أقرب إلى إجابة الدعاء من غيره. ولما استسقوا قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. التوسل إنما هو بدعائه لا بشخصه، والتوسل معناه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الوسيلة هي القربة والطاعة، تعويله الوسيلة يعني القرب منه بطاعته سبحانه وتعالى، ليس معناه أن نتخذ بيننا وبينه واسطة من المخلوقين. وهو على نوعين: توسل مشروع هو توسل إلى الله بدعائه دعاء الصالحين كما في قصة العباس، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، سدت عليهم الباب في الغار، وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أرجى الله عنهم. فالتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي حصلت من الإنسان هذا مشروع، بدليل حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. وأما التوسل بالأشخاص فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. وكذلك التوسل
التوسل إلى الله بأعمال الغير، أن تتوسل إلى الله بأعمال الصالحين بصلاحهم، هذا غير مشروع. توسل إلى الله بعملك أنت ولا تتوسل بعمل غيرك. التوسل بالأعمال إنما يكون بعمل الشخص المتوسل لا بعمل غيره. قال الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكذلك من التوسل المشروع توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. توسل إلى الله بأسمائها أن تقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. أم ثامر تقول: شيخ، لقد دعوت ربي كثيرا لكنني لا أعلم لماذا لا يستجاب لي دعوة خلال هذه السنوات، فهل في حالتي شيء جزاكم الله خيرا؟ عليك بالدعاء والإكثار من الدعاء، ولا تستبطئي الإجابة وتأخر الإجابة، فالإجابة قد يؤخرها الله لمصلحتك، إما بأن يدخر لك خيرا مما طلبت عنده سبحانه، وإما بأن يدفع عنك من الشر مثلها، وإما أن يكون دعاؤك لم تتوفر فيه الشروط، كأن يكون الداعي يأكل شيئا من الحرام ويتغذى بالحرام، هذا لا يستجاب له، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر: يا رب يا رب، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وكذلك إذا دعا الإنسان بإثم أو قطيعة رحم إنه لا يستجاب له، لأن هذا عدوان في الدعاء، والاعتداء في الدعاء لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم منصور تقول: امرأة حامل ولديها بنت وعمرها سنة وخمسة أشهر ولا تزال ترضعها، فهل يضر ذلك بالمولود الجديد؟ وهل يخاف من الضرر بالمولود بعد تغير الهرمونات؟ وما أقل الرضاعة وما أكثرها؟ رضاع الحامل لا يضر بالحمل، إنما يضر بالرضيع المرتضع، يضر بالمرتضع، لأن اللبن تغير تغذيته، يضر بالمرتضع، لبن الحامل يضر المرتضع. وأما مدة الرضاع كما قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأنه بعد الحولين يستغني بالطعام، يأكل الطعام ويستغني به عن الرضاعة. أما في الحولين هو بحاجة إلى الرضاع لأنه لا يأكل الطعام، وإذا أكل الطعام قبل الحولين جاز فطامه لزوال الحاجة إلى الرضاع. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، آمل من فضيلة الشيخ أن يتحدث عن خطر الابتداع في الدين والأثار المترتبة على ذلك، وجزاكم الله خيرا. نعم، الابتداع في الدين خطره عظيم. الابتداع معناه إحداث عبادة ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدع شر، ومن أضرارها أنها تقلل من الاهتمام بالسنن. الذي يشتغل بالبدع لا رغبة له في السنن، بل يعادي السنن، يعادي السنن. فالبدعة لا تجتمع هي والسنة أبدا، والبدعة تجر إلى ما هو شر منها، تجر إلى الشرك، تجر إلى الكفر، فهي وسيلة إلى الشر. الله جل وعلا أغنانا بما شرع لنا، شرع لنا رسوله، أغنانا عن البدع. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: الملاحظ في وقتنا الحاضر من بعض النساء هداهن الله التقصير والتساهل في الحجاب، حيث نرى تقصير سواء في مع بناتهن الصغار أم الكبار، نرجو من الشيخ التوجيه في ذلك. نعم، هذه ظاهرة سيئة جاءتنا من الغرب، ويروج لها قليل العلم أو من في قلوبهم مرض، يروجون لخلع الحجاب ويدعون للسفور، ويريدون أن تكون المرأة المسلمة المرأة الكافرة لا تحتجب، ويذكرون مما يستدلون به أن الحجاب، حجاب المرأة فيه خلاف، يقولون فيه خلاف، فيه أقوال. نقول لهم: ليس العبرة بوجود الخلاف إن صح أن فيه خلاف، ولا بأقوال العلماء المجردة، لابد من الرجوع للدليل، والدليل مع من يوجب الحجاب. واجب علينا عند الاختلاف أن نرجع إلى الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه
إلى الله والرسول، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما الأخذ بأقوال العلماء المخالفة للأدلة فهذا شأن النصارى واليهود الذين قال الله جل وعلا فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما قال عدي بن حاتم للرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآية وكان نصرانيا ثم أسلم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. لا يجوز الأخذ بأقوال العلماء والمجتهدين إلا بدليل من الكتاب والسنة، فمن كان معه الدليل وجب علينا الأخذ به. نترك المخالف للدليل، والقول بعدم الحجاب مخالف للدليل، الدليل واضح في القرآن: ليضربن بخمرهن على جيوبهن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب فيه صيانة من أذى الفساق، والمرأة المتهتكة السافرة يطمع فيها الفساق ويؤذونها حتى ينالوا منها ما رغبته، لأنها هي التي تسببت على نفسها حيث لم تحتجب، إذا رأوا المتحجبة احترموها وابتعدوا عنها. ذلك أدنى أن يعرفن، عرفن يعني بالعفة والكرم والكرامة، يعرفن فلا يؤذين، دل على أن الحجاب فيه منع للأذى من الفساق، وأن عدم الحجاب فيه مطمع للفساق. على المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها، وأن لا تنخدع بهذه الأقوال الباطلة المروجة للسفور، وأن تخشى على نفسها من العقوبة، هذا هو الواجب على المرأة المسلمة، أن يترك هذا القول المزيف الذي يخالف الدليل، وإن قال به من قال، فالعبرة بما قال الله وقال رسوله، ليست العبرة بما قاله فلان. والعلماء المحققون يقولون إذا خالف قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام أحمد يقول عند قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال رحمه الله: الفتنة الشرك، والعذاب الأليم هو العقوبة العاجلة والآجلة في الآخر على الذي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا، يخشى من الفتنة ويخشى من العذاب الأليم عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله في عند هذه الآية: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا خالف بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الشرك فيهلك، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله أقدم الأئمة الأربعة، يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، هكذا يقول الأئمة رحمهم الله. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان هناك مسجدان، مسجد يصلى فيه 500 مصلي ومسجد فيه 100، وهذه المساجد في الحارة، أيهما أفضل أن أصلي بهما؟ الأفضل المسجد الذي تطمئن فيه في صلاتك مع الإمام الذي يطمئن في صلاته وتتأثر بقراءته وتنتفع بها، ثم بعد ذلك الأفضل الأكثر جماعة، الأفضل هو الأكثر جماعة. نعم. قرأت يا فضيلة الشيخ، يقول السائل، بأحد المجلات بأن هناك صلاة تسمى صلاة الفدية أو الهدية، تحدث فيها أحد الخطباء يقول بأن هذه الهدية تنفع الميت في قبره، فما صحة هذه الأقاويل؟ هذه لا صحة لها، والصلاة لا تهدى للميت لأنها عمل بدني، والأعمال البدنية لا تدخلها النيابة، ومنها الصلاة. إنما الذي يهدى للميت هو الدعاء، يدعى له، يهدى له الأضحية، يهدى له الصدقة، يهدى له العمرة والحج التي وردت بها الأدلة. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم، وإذا ألحقت السلام بالصلاة عليهم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الثاني؟ أما في الصلاة فلم يرد هذا أن تذكر الملائكة، وأما في غير الصلاة إذا جاء ذكرهم تقول صلى الله عليه وسلم، جبريل صلى الله عليه وسلم، ميكا
وميكائيل إلى آخره من الملائكة. وأما في الصلاة فلا يزاد فيها إلا ما جاء وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن هذا يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم. يقول هذا السائل: شيخ، أنا من إحدى الدول العربية، وفي المسجد الذي نصلي فيه بعد قراءة الجزء وهو راتب يومي يقرؤون أسماء الله مرتبة، هل ورد ذلك؟ هذا لا أصل له، هذا من البدع. أسماء الله جل وعلا أسماء جليلة، الإنسان يدعو بها ويعظمها ويحصي ما يعرف منها ويدعو الله بها ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. أما أن تقرأ بعد كل جزء من القرآن أو بعد إنهاء القرآن فهذا لا أصل له. وما يوجد في بعض المصاحف أنها تكتب أسماء الله في آخر المصحف فهذا لا أصل له. يجب أن المصاحف تخلى من مثل هذه الكتابات لئلا يظن الناس والعوام أنها من القرآن. يجب أن لا يكون في المصحف إلا القرآن الكريم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها السادة، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.